يقرأ من حديث 26. رقم الحديث. الحديث 26. 26 عشرين الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحاببتم أفشوا السلام بينكم. متفق عليه. رواه مسلم. الحديث السابع والعشرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس. الجمعة إلى الجمعة. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان. ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الحديث الثامن. الذي تفوته صلاة العصر أكمل. فكأنما وتر أهله وماله. نعم.
اتفق من هذا الحديث. الحديث الرابع والسبعون. الحديث الرابع والسبعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. الحديث الرابع والسبعون. عن ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة ومن فرج عن مسلم كرب الله عليه، ومن فرج عن مسلم فرج الله، ومن فرج عن مسلم ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة أنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ما شاء الله، بارك الله فيك. Thank you.